عايز اكلمك على كاس العالم للانديه اللي هي تجربه مش جديده على النادي الاهلي، ويخاضها يمكن لكن 5 مرات، دي المره السادسه. شايف البطوله الجايه هتبقى الاصعب ولا؟ طبعا انا شايف ان احنا محتاجين الاهلي طبعا ممثل مصر، انا بتكلم على اللي هيمثل الكره أكيد. المصريه والعربيه، محتاج يبقى في نوع من التدعيم برضو نوعا ما. يعني الاهلي دايما يبقى لازم يبقى عنده مركز واثنين وثلاثه لعيبه سوبر، يعني اللعيب اللي بره زي اللعيب اللي جوه، وتثبيت للفرقه الاداء الفني بتاعها كويس، لان انت بتتكلم على مدارس كابتن هاني على المستوى البدني قويه جدا رهيبه طبعا. احنا مشكله، انا بشوف انت شايف الجانب، انت دايما مركز على الجانب البدني لأن اكتر، لان ده كابتن جانب في تطور علمي كبير جدا، واحنا اعتقد يعني انا عايز ان شاء الله نوصل ليه ده. فده جزء مهم جدا جدا. انا كان ليا شرف العلاقه الاهلي وباتشوكا، الاهلي كان في الافتايم الاولاني كان شكله، والافتايم الثاني لما بدنيا وقعنا شويه، فالجزء البدني ده مهم جدا. واحنا على مستوى تاريخنا حتى انتوا ايامكم تحب اللعيب عاوز ينزل يلعب بالكوره، طيب. وخلاص دلوقتي مفيش بدني بقى بتاع التراك والمدرجات، كله بالكوره. فاحنا مهم جدا، لعيب الكوره المصري عنده مهاره عاليه جدا، لعيب ذكي جدا مهاريا، لو الجزء البدني والجزء الخططي اتطور عنده هيبقى لعيب كوره جامد جدا جدا. ده اللي حصل مع صلاح، وده اللي بيحصل دلوقتي مع تريزيجيه كابتن مهاني. لو انت اتطورت خططيا، ولازم المدربين بتوعنا كلهم من القاعده، نجيب اغلى المدربين تحت، نقسم من تحت ونبدا من تحت ونعمل القاعده من تحت، هنجمع، لان كره القدم استثمار غير طبيعي جدا. ده حقيقي، البرازيل بتمثل لها الدخل الثاني بعد البن، صحيح. 700 و800 لعيب في سنه من السنوات، في 2011 كان في 891 لعيب برازيلي بره بيجيبوا عمله صعبه لبلدهم. أيوة. فاحنا 120 مليون ل 110 مليون، فنقدر نطلع لعيبه كتيره جدا. انا ان شاء الله يعني الملف دوت يمكن فتحته في البيت لازم الكبير، لان انا درست ازاي المانيا عملت الخطه ديت 26 سنه او اكتر في مجال كره القدم. وحضرتك كمان ليك رؤيه يعني واضح ان ممكن نطلع حاجه كويسه والناس تاخد الكلام ده وتطبقه، لان زي ما انت بتقول عندنا اكتر من صلاح وعندنا اكتر من تريزيجيه وعندنا اكتر من حجازي، بس محتاجين نطلع الناس ديت نشتغل عليهم على الجانب الفني والبدني والنفسي بشكل افضل. يعني انت كابتن هاني بص، في انا رحت مره زرت اكاديميه لاماسيه جايبين لعيب كوره من الاورجواي، وجايبين من غانا، وجايبين من ساحل العاج، جايبين كل اللعيبه من دول مع الولاد الصغيرين، كل واحد منهم معاه 3-4 اشخاص ومعاهم مدير بيدير الولد ده. الولد ده حاطين له رينج من 2-3-4 مليون يورو هيصرفوا عليه لحد 18 سنه، ده عارفينه هيروح موناكو، ده عارفينه هيكمل في برشلونه، ده عارفينه. الولد ده في الفتره ديت بيتعلم حاجات كتيره جدا، اسلوب حياه الاحتراف، يتعلم هل ممكن ده يلعب ليفل 1 يلعب ليفل 2. فده دي صناعه كبيره جدا. واحنا شعب بنحب الكوره وعندنا مواهب كبيره، وزي ما عندنا واحد بيقعد على المنصات دلوقتي محمد صلاح بنشوفه بقاله سنوات طويله ما شاء الله، وانا اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه كمان، لانه اكتسب خبرات في الملعب كبيره جدا. فنشتغل على الجزء ده ان شاء الله، يبقى عندنا حاجه كبيره جدا في الكوره ان شاء الله. وهيجي بقى بالعلم، لان بصراحه العلم تدخل في الكوره بشكل كبير دلوقتي. انا بايدك تماما. الاجهزه كمان، حتى اجهزه القياس بتاعه اللعيبه في الملاعب، في الكلام ده كله تغير بشكل كبير جدا. تغير بشكل كبير، وان شاء الله مصر يعني مش بعيده انها تخش هذا المجال، لان عندنا تالنت كتير جدا وعندنا نجوم كتيره جدا. وان شاء الله الواحد دايما متفائل، وان شاء الله الخطوات مصر عظيمه جدا. وانت لو عايز 100 عالم ذره بكره تلاقيهم في مصر. طبعا كل سنة